اخوان السلام عليكم. في فيديو سابق سبق لنا شفنا كيفاش هذا الاخ يعني لقى هاد الطويوطا مصديه وجابها يعني ونظفها وعاود دار الصباغه وعاود داني البياس، ولكن اخوان وقفنا عند حلقه الموتور. الموتور اللي هو محرك السياره كنا ما درناش الحلقه ديالو يعني في هذا الفيديو. نشوفوا يعني السيد كيفاش غادي يدير يصلح هذا الموتور ديال هاد يعني ديال هاد تويوتا، وشوفوا الموتور ديالها كيدير الاخوان. وتحيه لميكانيك الشداد، ميكانيك يعني المعلمية الحرفية. وباك اخوان الموتور الاخوان ديك الزيت ديالو القديمة يا سنوات هي فيه. شوفوا مع الموتور اخوان كي داير قديم يعني وكل دق بمعنى الكلمة الاخوان. عقلوا معايا الاخوان على هذا الشكل ديال الموتور دابا كي داير، وفي الاخر كي غادي يولي يعني بزاف الاخوان تحلفوا لي الا شرا موتور او شرا الطوموبيل موتور جديد في ميكسو. كيحلوا الاخوان يعني من برا، حيدوا ديك الشاكمه، حيدوا هاد اللعيبات ما حشناهم هادوك، حيدوا الكروا. المهم الميكانيك عفاكم نورونا في هاد التويشيات هادو، هادشي اللي كيحيد هادي الحيد اي بياسه كيحيدها. حاولوا تكتبوا لنا في لي كومونتير الله يجازيكم بخير باش نديو معلومات وتكون حتى تكون الفائده حاضره. ها هو وصل الاخوان هاد اللعيبات هادو الحديد الطوالين بحال لي باكيت الطوالين ديال الحديد. وهادو الاخوان دائما اللي كنسول لهم يعني الميكانيك والمتابعين الناس اللي كيفهموا في هاد الميكانيك وتر عندهم تخصص ميكانيك يقولوا لنا شنو هما الحديدات شنو هما. وهاد اللعيبات هادو اللي كيحيد مصدين دايرين شنو هما يعني الموتور الاخوان من الداخل راه عالم عالم بوحدو. المهم الاخوان السيد تبارك الله عليه هادي يعني فرك هاد الموتور كيما غادي تشوفوا معنا يعني فيس فيس غادي يحلو كامل. هاو هاد الحديدات الاخوان اللي قلت لكم عليهم. كي كحل شي هي حيد ديك الفوقانيه، ولكن هادو ما عشناهم هما الاخوان هاد اللعيبات الخويات اللي بحال الزايف هادوك تما. شوفوا شوف شوف بحال الموتور بحال مكرفس. شوف 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 ما بغاش يتحلو بقوه الصدى مصدي ماشي مصدي، هذيك الجلده ديالو دابت عليه. شوف كي داير يعني الاخوان هاد السيد لحد الطوموبيل تا يعني صافي راه بقى فيه ما يتصلح. شوف شوف واكل الدق هادي شنو هي الاخوان هادو عافاكم الناس الميكانيك هاد اللعيبه هادي اللي تحلها شنو هي دوك اللي كيحيدهم عندهم بحال الدرعان بحال الدراع شنو هي كذلك. هادي الطويل طويله مدوره عالم رياضي الاخوان الله يسهل عالم رياضي. دوخنا انا بقوه الحلان الفيسات ما فهمت حتى شي لعبه والله العظيم قوه الفيسات غير على موتور. اخوان كتبوا لنا في التعليقات الناس اللي كيفهموا في هذا الشيء، هذا موتور اش من نوع تويوتا ولا كيش من اش من صيف والصنع ديال اش من عام اش من سنه. هو حيد دوك اللعيبات هاد كل اللعيبات اخواني سولتكم عليهم. ناري بايته بزاف باش تحيد كل بياسه في هذا الموتور تعقل عليها وتعاود ترد كل بياسه لبلاصتها هي وما لونها. هو كيغسل الاخوان هاد الكادر ديال هاد الموتور هذا. شوفوا معنا شوف كيرش داك الغبره البيضاء برودوي هذاك منطيف ولا ما شنو هو وزعما كيرش داك البرودوي كيضرب الماء كيتحيد تحيد زعما داك لاكريس وداك الوساخ وداك. انا ما نضنش ديك الغبره تحيد والله الا حيدتها. شوف 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 يخرج والله والله العظيم لا حيدتها خرجت الموتور. شوف كي ولا فرق كبير ما بين قبيله ودابا والله الا خرجاتو. قلت زعما كان خصو يحكو ولكن كيرش داك البرودوي الاخوان كيضرب بالماء صافي هو ناضي. تحيه للميكانيك
الشداد كاينيك الحريفيه، هذا هو الدور ديالكم لي ميكانيك. ورونا دابا اش كيدير هاد خونا هنايا في هاد اللعيبات هادو، هادو شو سميتهم واش كيدير لهم؟ عالم الرياضي والله الا عالم الرياضي. هادو خويت بحال الزلايف دايرين وكيصبغ الاخوان هاد. اصبغت هذيك كتابه، بقات لها كتابه لا وهم يحزنون. ازوق تبيع يعني الزواق، شويه تنظيف شويه استيكاج، كتولي الحاجه اون بونيطا كتولي جديده. هو كيخلط انا هاد الصباغه هادي مع شو غادي صباغه عاوتاني. اجزاء ديال الموتور نيش شي صبغه بالاحمر شي بالكحل شي بالرمادي. اول اخوان شوف هادشي اللي يفرك الموتور اللي يفرك حبو، كب عليه هاد البرودوي البيض كذلك يدير بحال الثلج، وهو كيضربو الاخوان بهاد السيار د الماء القوي. وطريقه سهله الاخوان، سهله في الغسيل، ما يرقدهم لا في ليسانس لا في مازوت لا حتى شي حاجه. انتم الوجداد نضال نضال والله الا نضال. السيد معلم ديما سالو، برافو عليه. هو الاخوان رد ديك اللعيبه في بلاصتها، هذيك اللعيبه ما شنو سميتها. شي وحدين في لي كومونتير اخوان كنقول لي فير بروكان، وما عرفتش واش فير بروكان هاد الطويله اللي عندها الدراع وعندها دوك اللعيبات لاصقين فيها، اش فير بروكان ولا ما عرفتش شنو هي، والبياله ولا ما عرفت كيفاش. مكتوبونا في التعليق الاخوان. هادو كذلك الاخوان صراحه هادشي اللي تبارك الله عليه عندي من سالو خدمه نقيه، يعني طحن الدومين الاخوان. هذا ميكانيك واقيلا شنو كيخدم، شوفوا كيفاش نطا. هانتوما تعرفوا عليا الاخوان، يعني لي يعني شراه جديد. هو كيدير لهذيك الكولا، مقومين الناس، الناس مقومين. شنو هو خطر مقومين القوام الاخوان، عندهم ماتيريال ديال كلشي. هاي كيدير هذيك الكولا الاخوان، الكولا ماش لاش كتصلح. هو كيعاود يرد هاد البياس البلاستو. واش حال ديال التخنتيش يعني اخوان، يكون عندكم العقل ديال اينشتاين يكون عندك باش تعرف هاد الشيء. شوف كيحط كل حاجه بلاصتها، كيحط هاد اللعيبات هادو ما شو سميتهم الاخوان، هادو هما فير بروكانات واقيلا ولا. اكتبوا لنا في التعليقات، نورونا الله ينوركم. الميكانيك علامة صراحة الإخوان، ميكانيك علامة، موتور من الداخل في شكل. كيركب الإخوان هاد الكروة، ياش حامل الكروة، ثلاثة الكراوي تما، وني موتور هذا حلوفة الإخوان هاد الموتور. كتبونا الإخوان عفاكم هاد الموتور واش تيربو ولا ماشي تيربو، يعني واش موتور كبير صغير سينف ديالو، واش تيربو ماشي تيربو، لحقاش مازال هانتوما كيف ما كتشوفو معنا كيلاقي مع هاد الموتور الاخر. يعني ما عمرتش انا موتور فيه واش موتور دايما كيكون فيه جوج الاجزاء، يعني مقسوم على جوج بارتي الاولى والثانيه وكيتلاقاو. هادشي اللي جاتني الاخوان القضيه جاتني في شكل. كتبوا لنا اخوتي لي ميكانيك الناس اللي كيفهموا في الميكانيك الله يحفظكم. وهي دابا اللقطه الحاسمه او اللحظه الحاسمه الاخوان، غادي نحاول نوض هاد الموتور، نشوفوا يعني هذيك الخلاصه والعصاره يعني الخدمه ديالو كامله الى هذا السيد. هي هذه اللحظه الحاسمه هي هذه. هذه شنو هي الاخوان هذه الحمراء هذه اللي شاد في شدها، هذه واش ديمارور ولا شنو هي هذه؟ انا كنقول قلت واقيلا ديمارور الله اعلم، كتبوا لنا في التعليقات وانا نشوفوا الاخوان واش غادي ينوضوا هذا الموتور ما غاديش ينوض. خص الموتور شوف شوف داكشي مصدي، الموتور قديم بزاف وخونا بال 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 الاخوان خونا زرب عليه دغيا، ما عطاش شي خدمه اللي متقونه وعطاه الوقت ولقانا. نشوف واش غادي ينوض له ولا لا. بوجيات الله الله الله، اش خمسات البواجي هذوك واقيلا.
كيديروا من التحت. عاد كنلصقوا الخيوطه ديك البوجيه تاع الاخوان، ما عرفناش شنو الدور ديالهم صراحه. وكيكب هاد ليسانس ولا هاد الزيت، واقيلا الزيت ليسانس داك كوب، هذا هو الزيت، هذا هو الزيت. باغي ديماريه، والله الا باغي غادي ديماريه. نشوفوا واش غادي تدي نوط. ناري هادشي هو بزاف، غادي بزاف نيك تيما واش ديماري الموتور، يعني ما راكبش في الاخر الطوموبيل، يعني كيتاكد كيتحقق يعني واش خدام ولا ما خدام. مشيتي ركب ودر مع تمام، ما خدامش. شوفوا معنا قديم، يعني حتى الديماراج ما باش يديماري. شوف الدخل اللي كيخطر، شوف هو ديمارا ياك الاخوان، ديمارا ها هو مديماري دابا ناض. كاين الصوت ديالهم خرشاش الاخوان، يعني بين موتور قديم. او تسكت لا مديماري، ماشي سكت ديماري كيكسيري له. هانتوما الاخوان، بل اكثر من هادشي كامل الاخوان غادي يركبوا، يعني دابا حيجي الوقت باش يلصقوا في الطوموبيل، غادي يضرب به واحد الطويره. انتم تشوفوا الاخوان يعني كيرد ديك الطوموبيل، يعني صراحه داكشي زوين. واش حكيت لك ديال الدخان دابا السواد في الروداج، دابا واقيلا كيروديو ولا ما كيفاش. هانتوما الاخوان، ها هو الموتور غادي يلصقوا يعني في الطوموبيل، حطو في بلاصتو. وعلى الشربيكة، والله إلا الشربيكة شاقل هاد الخيوط كاملين هاد الروينة، وتجيبو في بلاصتو كل خيط لصقو في بلاصتو. عفو تسليم، بغيتها بزاف. شوفو الإخوان راه الموتور كتبان الإخوان، داكشي كيبان يعني تقليدي. الطوموبيل ديكابوطابل الإخوان ناضية. هو الاخوان هادي ماريا، ويضرب بيها واحد الدويره. نايضة والله الا نايضة. نضا شوفوا معنا، ما فيهاش عاد جوج، ما يعني فيهاش يا مرحمين، يعني صافي طوموبيل كتمشى يعني خدامة على رجليها سلامات. امارش راكم تما الاخوان، ويضرب بها دويره. وتحيه ليكم.